لماذا سمي مسجد قباء بهذا الاسم؟ يعد مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام، فقد بني في أول يوم من الهجرة، حيث بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في بنائه منذ وصوله إلى المدينة مهاجرا، وقام ببنائه في ديار بني عمرو بن عوف، وهو المسجد الوارد في قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يعود السبب وراء تسمية مسجد قباء بهذا الاسم إلى اسم بئر في المكان الذي بني فيه، وعرفت القرية باسم البئر الذي فيها، وتعد هذه القرية مساكن بني عمرو بن عوف، وقد مر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريق الهجرة وبنى بها مسجدا، فسمي بمسجد قباء. وذهب العلماء في بيانهم لأسماء المساجد أنها قد تسمى بناء على من يصلي فيها أو المكان الذي يكون فيه كمسجد قباء، وهذه التسمية تكون لتمييزه عن غيره. يقع مسجد قباء في منطقة قباء الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة المنورة، ويبعد 3 أميال تقريبا عن المدينة المنورة.